يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا توجراتشو نايتا كبراتشو يا بروغراماتش انتا كتاتايوش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه زوتر كسنيوز كهاموس كقانوس من ساعة جمرو بكتا سرجيت يميكار بلاتشو قرآن اندتنا ببيت سنيو يا قرآن نباب مما ماريا بروغراماتشننا بزي بروغراماتشن የንባብ ህግጋቶችን እየተማማረን ቆይታ እናደርጋለን። እንዲሁም በተማርናቸው ህግጋቶች ዙሪያ ላይ ለምምድ ያደረግን እየተጠያየቅን እየተማማረን የምናሳልፍበት ወቅታችን ነው። በአለፈው ፕሮግራማችን ስለ መሳቢያዎች ነው እየተማማረን የነበረው። መሳቢያዎች በአራት ምክንያቶች የሚገኙ የሆኑ ናቸው ሰበቦቻቸው ወይም ምክንያቶቻቸው ማለት ነው። እነዚህም የመሳቢያ ወይም መሳቢያዎች የሚገኙባቸው ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ምክንያቶች የሚባሉት እንደ ሁሩፉል መድ የመሳቢያ ፊደላት፣ ሐርፈ የሊን የሊን ፊደላት እንዲሁም ሀው ዶሚርና ፈትሐተይ ናቸው። በእነዚህ አማካኝነት ዘጠኝ የሚሆኑ የመሳቢያ አይነቶችን እናገኛለን። ከነዚህ ዘጠኝ የመሳቢያ አይነቶች ውስጥ ስድስቱ የመሳቢያ አይነቶች በሁሩፉል መድ ወይንም በመሳቢያ ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ የሆኑ የመሳቢያ አይነቶች ናቸው። እነዚህ ስድስት የመሳቢያ አይነቶችን ለሁለት ከፍለን ነበር እየተመለከትን የነበረው። ወይንም በመሳቢያ ፊደላት አማካኝነት የሚገኙ የመሳቢያ አይነቶችን ነው እየተማማርን ያለ ነው። እነዚህን የመሳቢያ አይነቶችን ለሁለት ከፍለን ተመልክተናል። የመጀመሪያው መዱል አስሊ የሚልና ሁለተኛው መዱል ፈርዒ። ወደ እነዚህ ዝርዝሮች ከመግባታችን በፊት በተደጋጋሚ እየገለጽኩላችሁ ያለሁት እነዚህን የመሳቢያ አይነቶችን ወደ ዝርዝር ለመግባት በምንፈልግበት ጊዜ በቅድሚያ ልናውቀው የሚገባው ነገር ሁሩፉል መድ የሚባሉትን ነው። ሁሩፉል መድ የሚባሉትን በጥሩ ሁኔታ ካልያዝናቸውና ከነመስፈርቶቻቸው ካላወቅን ወደ ሌላ ወደ ዝርዝሩ ብንገባ ይሄ መድ ላዚም ነው፣ ይሄ መድ አስሊ ነው፣ ይሄ መድ ሙተሲል ነው ብንል ዋጋ አይኖረውም። ስለዚህ ምንድነው መሳቢያ ፊደላት የሚባሉት እነማን ናቸው፣ መስፈርቶቻቸውስ ምንድነው የሚለውን መለየት ያስፈልገናል፣ ቅድሚያ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት ማለት ነው። طيب እነማን ናቸው እነዚህ መሳቢያ ፊደላት? ለማስታወስ ያክል ሶስት ናቸው የመሳቢያ ፊደላት የሚባሉት ወይም ሁሩፉል መድ ተብሎ የሚጠሩ ሶስት ናቸው። አልአሊፉ ሳኪና አልመፍቱህ ማ ቀብለሃ አልዋው ሳኪና አልመድሙም ማ ቀብለሃ አልያኡ ሳኪና አልመክሱር ማ ቀብለሃ። እነዚህ ሶስት የመሳቢያ ፊደላት ናቸው። ከፈትሐ በኋላ አሊፍ ሱኩን፣ ከከስራ በኋላ ያ ሱኩንና ከዶማ በኋላ ዋው ሱኩን ሲመጡ እነዚህ ሶስቱ ፊደላት መሳቢያ ፊደላት ብለን እንጠራቸዋለን። ከዚህ መስፈርት ውጭ ከሆኑ ሌላ ምናልባት ሊባሉ ይችሉ ይሆናል። ላኪን በመሳቢያ ፊደላት ዙሪያ ላይ ግን ይህን መስፈርት እስካላሟሉ ድረስ ሁሩፉል መድ ተብለው ወይም መሳቢያ ፊደላት ተብለው ሊጠሩ አይችሉም። ስለዚህ ይህንን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። በእነዚህ የሶስት የመሳቢያ ፊደላት አማካኝነት ታዲያ በርከት ያሉ መሳቢያዎችን የምናገኝ ነው የሚሆነው። እነዚህንም በርከት ያሉ የመሳቢያ አይነቶችን ለማወቅ በሁለት መንገድ ወይም በሁለት መልኩ ይከፍሏቸዋል የተጅዊድ ምሁራኖች። የመጀመሪያው መደል አስልይ ብለው ይጠሩታል፣ አልመዱል አስልይ። ሁለተኛው አልመዱል ፈርዒ ብለው ይጠሩታል። አልመዱል አስልይ ብለው የሚጠሩት የመሳቢያ የመጀመሪያው ክፍል ምን በምን ሁኔታ ሲመጣ ነው የሚለውን ስንመለከት ከመሳቢያ ፊደሉ መሳቢያ ፊደል የሚባሉ አሉ፣ ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው። ከነዚህ ከመሳቢያ ፊደሉ ቀድሞ የመጣው ፊደል ሐምዝ ካልሆነና የሚቀጥለው ከመሳቢያ ፊደሉ ቀጥሎ የመጣው ፊደል ሐምዛ ወይም ስኩን የሆነ ፊደልን ካላገኘን ያ የመሳቢያ አይነት
مد الأصلي تبلو الترالي مساب أين مساب متأنو كلت حركانو طبيعي نو من مجمر مكنس يمي فكر عيد لهم بولت حركة كل مساب اللبن بريلا نجاجر النزي مساب يا وين مد الأصلي يمن لو فتحة كسرة ضمن بمن ناس رزم بتكذي النزي مساب يا عينتوش لي ولا دويش لالو كفتح بوال عليف سكون ممتع سال سين وربت كفتح بوال عليف سكون سا يلي اللون فتحي هونهم في البتشاب من الناس لازم بتجزي عليف مد اللي هو الذي هون كسرعي هونهم في الضمة هونهم في اللك نزيه سلزي حركة تجزي قوي تاتشو عجر بمهونه كذي كأند حركة بلاي بمن قوي بمن زجاجي باتشو بمن نسبة باتشو جزي النزي مسابي في الراتي مي باروت يو ولا دالو يعني هون كفتح بوال عليف سكون سكالمة درس كسر أبوها لأ سكون سكالمة تدرس كضم أبوها لأ وسكون سكالمة تدرس من ماينة مسابيا متكم يلب من ميلوم ما يزال من مرته سلزي إهنن النزال ليلانيو مسابيا في ذل إياللو عندنا جزي كذي بترجع قامين قلش الله شوالون كورة حركة بلاي بمسابو يمسابي أين توشلاي ملك تعلو بقرآن وستنا يعني ملك تسنى جني بتشا مسابياون تكبروا يمن نادر قدامو أدلن يجد مسابياو يمن ناقينيو يعني مسابيا ملكتو يمجينيو كهولة حركة بلاي بمسابو يمسابي أين توشلاي بتشانو أما كذبتك بمسابو يمهلة حركة بهولة حركة يمسابو يمسابي أين توشلاي يعني ملكتها ناقينيوم سلازي من دون ميونو يجد يمسابي أين توشلاي يتر ماهو كيتبك بنال المدو الأصلي لاي وانينيونو سلازي يجد مسابي أسكري لو درس بلن تولو بلن مالف يلبلم كفتح بوال عليه سكون كاغنين ككسر بوال عليه سكون كاغنين كضم بوال عليه سكون كاغنين مسابي نور بنال مد الاصلي نو ايدلم لميلو دغمو كنزي اهون كتقسكواچو يمسابي فيدلات قدمو حمز كالمطانا كمسابي فيدلو قطرو حمز ويمسكون سكالمطا درس يمسابي عينت مد الاصلي تبلو يترى ولهولتنيو سنمطا المد الفرعي نو المد الفرعي بسبب يقوم هنا مسابي أينتنو بسبب يقوم يمسابي أينتنو مالت من مالتنو كمسابي في مسابي في دل المجمرة ما جيتين وربنا الحروف المد كزم بمقتل كمسابي في دل وقدم يمت أو في دل حمزة كهونة وينم كمسابي في دل وقتلو حمزة ويمسكوني هنا في دل كهونة يهي مسابي أينت من تبرو يترال مد الفرعي تبرو يترال المد الفرعي تبوي سلازي بسبب بمكنات يقوم يهونا يمسابي أينت ناو مالتنو طيب بزي يمسابي أينت أمست يميهونو يمسابي أينتو تشن أقفو يازنو إنما ناتشو نزي أمستو مسابي أوج المد اللازم بتلان تناولتنا كزام بفيت بالوت بروغراموش بتلقا قامي سن ملكتين بري مسابي أينتنو المد اللازم ولتنيو المد المتصل سوستنيو المد المنفصل أراتنيو المد البدل أمستنيا المد العايد للسكون النزي أمستو يا مسابي أينتوج بزي با المد الفرعي يست يمي كاتتو يهونو يا مسابي أينتوج ناتشو سببو تشاتشو قدم بينا دكاسكوت حمزنا سكون ناتشو بسبب يقوم بمكنيات أوي بمكنيات يمت أيهونا يمسابي أينت بمهونو مكنياتو تشلقمو حمزنا سبب ناتشو كمسابي في دلو قدمو عليهم كمسابي في دلو قدرو النزيهن حمز ويمسكوني هنا في دلن كاقنين من دلن ميوانو يمسابي أينت مد الفرعي تبلو يتدرال لكن هنا زرزرو تشسن متى المد اللازم بيتران تلو تندينو المد اللازم يميبالو كمد الفرعي وست يميكاتت هونو سالة نقرقن المد اللازم حمز ويمسكون نو يميلو انترون سببون ان ملكتان بتل انترن كذا ما فيت بالوت بروغراموچ من ده ملكتنو المد اللازم مالت من مالتنو كمسابيا فيدلو بمقتل بمناقومم غيزيم ليهون يشلال سنقتلم لناغنيو يمنچلو مسرتاوي يهونه سكون كمتا يهي مسابيا اينت من تبرو يترال مد اللازم تبرو يترال يا مالت سببو مندنو مسرتاوي قوامي يهونه سكون نو سكون ازي لاي بتدغاما غامي تقشلاچوالون سكون هلت اينت نو عندنا مسرتاوي قوامي يهونه سكون سكون حالي تبرو يمترال سكون اينت الله سنقومم سنقتلم بسكون يمنانبو ويم مسرتاوي يهونه سكون مالت نو
ሁለተኛው ደግሞ ተለዋዋጭ የሚባል ነው ፊደሉ ሙትሐሪክ ሆኖ ስናቆም ብቻ ወደ ስኩንነት የምንቀይረው ያንን የስኩን አይነት ምን ተብሎ ይጠራል አሪድ ስኩን ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ስኩን ቢሆኑም ነገር ግን የስኩኑ አይነት የተለያየ ነው ስለዚህ ለመደል ላዚም ሰበቡ ምንድነው መሰረታዊ የሆነ ስኩን ነው ይሄንን አልመደል ላዚም ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ቋሚ የሆነ ስኩን ስናገኝ የመሳቢያ አይነቱን ተብሎ ይጠራል መደል ላዚም ተብሎ ይጠራል የመሳብ መጠኑ 6 ሐረካ ነው በሁሉም ሪዋያዎች ዘንድ ከ6 ሐረካ በታች የሚሳብ የሆነ የመሳቢያ አይነት አይደለም ሌላው ህኩሙ ላዚም ነው ህኩሙ ብያኔው ህኩሙ ሲያስቀምጡ ግደታ የሆነ የመሳቢያ አይነት ነው ግደታ የሚለው ላዚም ዋጅብ ጃኢዝ የሚል ህክምን እናገኛለንና ከዋጅብና ላዚምና ዋጅብ ሁለቱም ግደታነት የግደታ የሚል ትርጓሚ ቢኖራቸውም የጥንካሬያቸው ሁኔታ ግን ላዚም የሚለው ጠንካራ ያለ ነው ይሄንንም ከሁለት ሐረካ በላይ በመሳቡና 6 ሐረካ በመሳቡ በሁሉም ሪዋያዎች ዘንድ ስምምነት ያለው የሆነ የመሳቢ አይነት ነው ዋጅብ የምንለው ግደታሳ እሱን ደግሞ ዛሬ በመናየው እንመለከተዋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ طيب እንደዛ ከሆነ የአልመደ ላዚም በቃልም በحرፍም ወይም በተቆራራጭ ፊደላትም እንደምናገኘው ገልጸናል በቃል የምናገኘው መደ ላዚም ከልሚይ ተብሎ ይጠራል በተቆራራጭ ፊደላት የምናገኘውንም አልመደ ላዚም حرፍይ ተብሎ ይጠራል ሁለቱም ላይ ሙثقልና مخفف አለው አልመደ ላዚም ከልሚይ مثقل የምንለው ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል የመጣው ፊደል ቋሚ ስኩን ወደሚቀጥለው ፊደል ሙድገም ሲሆን ወይም ተጨፍልቆ ሲነበብ አልመደ ላዚም ከልሚይ مثقل እንደሚባልና ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ቋሚ የሆነው ስኩን ወደሚቀጥለው ፊደል ሙድገም ሳይሆን ሲመጣ ያ የመሳቢያ አይነት መደ ላዚም ከልሚ مخفف ይባላል ይሄንንም በትላንትና ሁለት ዘርዘር አድርገን ተመልክተናል ከዛም በመቀጠል አልመደ ላዚም حرفي የምንለው በ29 ሱራዎች የሚገኙ ፊደላትን ነው የምናነሳው 29 ሱራዎች ወይም 29 ምዕራፎች የሚጀምሩት በحروف المقطع ወይም በተቆራራጭ ፊደላት በሚባሉት ነው በእነዚህ ፊደላት እነዚህ ተቆራራጭ የሚባሉ ፊደላት ደግሞ 29ም ሱራዎች ጋር የምናገኛቸው ፊደላቶች ወደ 14 ናቸው ከነዚህም ውስጥ በሶስት እንከፍላቸዋለን የመጀመሪያው አሊፍ ነው ምንም አይነት መሳቢያነት አንጠቀምበትም ሁለተኛው አምስት ፊደላቶች ሐዩን ጦህር ሐያ ጣሃራ እነዚህ አምስቱ ፊደላት ደግሞ የሁለት ሐረካ ያክል ብቻ የምንስባቸው ሲሆኑ ቀሪዎቹ ስምንቱ ፊደላቶች ደግሞ ከመዓሰል ነቀሰ ወይም ነቀሰ ዐሰልኩም እነዚህ ፊደላት ደግሞ መደ ላዚምን ተግባራዊ የምናደርግባቸው ፊደላት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ስምንት ፊደላቶችን بحروف المقطع وينم تقرارات بميبالو فيدلات بمناغن ياتشو جيزي النزي سمنتو فيدلات مدى لازم تكبراو ينادر قالن زرزراتشون بتلانتنا أولا سفادرغن لمايت مكرانا سلازي المدى لازم حكمو لازم نو يمساب متانو سدست حركانو بقالم بحرفم بتقرارات فيدلات مناغن يوالن بزي مركو كيازن إن شاء الله طورو غنزابين دالاتشو እንደ ወሰዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ወደ ሁለተኛው የአልመዱል ፈርዒ ቅርንጫፍ ስንመጣ ሁለተኛው አልመዱል ሙተሲል ወደሚለው እንመጣለን በሁክሙ ነው ያስቀደምኩት የመጀመሪያው ላዚም የሚለው ከዋጅብ ከፍ ያለ ስለሆነ ነው የመጀመሪያውን የተመለከተው እና ደግሞ አመጣጡ እንደ ሌሎቹ ቀላል ያለ ሳይሆን አመጣጡ በሁለት መንገድ በቃልም በحرፍም ስለሚመጣ እንዴት ይመጣል በምን መልኩ ይመጣል የሚለውንም ዘርዘር አድርገን ለማየት ትንሽ ሰፋ ያለ የሆነ ትንታኔ የሚፈልግ ነው አልመዱ ላዚም አማ ሌሎቹ ቀላልና በአንድ ጊዜ ልናያቸው የምንችላቸው ቀላል የሆኑ የመሳቢያ አይነቶች ሆነው እናገኛለን አልመዱ ልዋጅብ አልሙተስል የምንለውስ አልመዱል ዋጅብ አው ደግሞ አልመዱል ሙተሲል አው ደግሞ አልመዱል ዋጅብ አልሙተሲል ብለው ይጠሩታል ይሄንን የመሳቢያ አይነት መዱል ሙተሲል ማለት ተጅዊድ ምሁራኖች በምን መልኩ የሚገልጹትን የመሳቢያ አይነት ነው ወደሚለው ስንመጣ እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት አልመዱል ዋጅብ አልሙተሲል የምንለው በአንድ ቃል ላይ ከመሳቢያ ፊደል በኋላ ሐምዝ ሲመጣ ምን ተብሎ ይጠራል መዱል ሙተሲል ተብሎ ይጠራል በአንድ ቃል ላይ ስንል አንድ ትርጉም ባለው ቃል ላይ ተጣምረው ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ሐምዝን ስናገኝ ምንድን ነው የሚሆነው ይሄንን የመሳቢያ አይነት መዱል ሙተሲል ተብሎ ይጠራል ያኒ ሰበቡ ምንድን ሆኖ ነው ያገኘነው እዚህ ላይ ሰበቡ ሐምዝ ነው ሰበቡ ሐምዝ ነው ግን ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ሐምዝ መምጣት ብቻ አይደለም ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ሐምዝም መጥቶ መሳቢያ ፊደሉና ሐምዙ ደግሞ በአንድ ከሊማ አንድ ትርጉም ባለው ቃል ላይ ተሰባስቦ ካገኘን ይሄን የመሳቢያ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል መደል
متصل تبلو يترى المالتنا من الله الجزري رحمة الله عليه وواجب إن جاء قبل حمزة متصلا إن جمع بكلمة نلالو زلاي وواجب واجب من لو دقمو إن جاء قبل حمزة متصلا إن جمع بكلمة كمسابع فيدالو بما كتل ويم دقمو كحمز كدمو يا من سيمتانو مسابع فيدالون بمناغني باتجزينا مسابع فيدالون حمزو باند كلمة السبع سو بمناغني باتجزي واجب تبرو يترال واجب تبرو يترال يعني كمسابع فيدالو بمكتل حمز متوتو مسابع فيدالون حمزو باند كلمة السبع سو بمناغني باتجزي يهدني مسابع اينت من بلان نترالن مد الواجب المتصل بلن أن ترى لن مالتنا. سلزي زلاي مسأون كلا ليهونا نجرنا. ما جمر عليه مسابع في دلاتو تشن ماوك أسفل لجنال. مسابع في دلاتن ماوك يسفل لجنال. نما ناتشون نزي مسابع في دلاتي مي باروت بصوت مسابع في دلاتو ألف وياء مسفرتو تشون عم مالتو سيمتنا بلنا. كن نزي كمسابع في دل بمقتل حمز كاجين أن تجمع ريو مسفرت رجمو مسابع في دلنا حمزو عند ترجم بالوك الله يتسبع سبوس الناقين إيه مسابع أينت من تبلو يترال مدل متصل تبلو يترال مالتنا بتعم ترو يمسح متانو سن متى يمسح متانو بحفصة ناصم من طريق الشاطبية أرات ما مس حركة يسبال بريلو كم أرات حركة مسبال له أم مس حركة نزي أرات ما مس حركة إني بمنك أراو يا كرا تاينت من ت سنت النباب بين النبابال بسنت حركة يسبال أرات ما مس حركة تسبو النبابال ليلة واجب تبالبت مكنيات من دنو لب بالو مجمرة لي لازم نبر يالنو عدد مد لازم ناي لازم تبالبت مكنيات من دن نبر يالنو كهولت حركة بلاي بمسابونا سدست حركة بمسابو سم من نسر الله تشونو ويم ليو نسر الله تشونو بلا نبرة بهولم زقباوچن دمن ملكتو كهولت حركة بلاي بمسابو من دن الله سم من نت الله تشو سدست حركة لايم بمسابو سمع من نتعلاشو سلذي يعني من تبرو يترال لازم تبرو يترال بهول مزن سدست حركة سلام يسام مارتنو ودا زهينيا ودا مد المتصل قاسن متعجن واجب يمن لو واجب يتبالبت ويم قدة هاي تبال واجب يميل أو قدة هاي تبالبت مكينات بهول قراءة زند وبهول رواية زند كهولة حركة بلاي مسابو لاي سمع من نتعلاشو هونو متأنو لايجن أرادتنا وأمسنا وسدستنا وبميلو لايجن ليونتي على لبتي هنا يمسابع أينات مالتنا أياتشون كما جمرة وكلازم أندر مجا وده هو على تملسة مالتنا سلذي ما جمرة وقن بهول مسك من علاشو بهول هني تالي سمع من نتنا براشو كولا تركا بلاي بمسابهم بمتأنو ملاي مالتنا لكن وده واجب سنة متأجن كولا تركا بلاي بمسابو سمم النت نوراتشو سالة نجار جن مت أنو لاي ليونت هلاشو عندنا لو شوارات عندنا لو شواب مستم نادو كم سدستنا عنيال سلزي من دنوارتنو يمسابو نيتاو بمت أنو لاي ليونت نوراتشو كولا تركا بلاي بمسابو سمم النت بسلالاتشو يمسابي عينت من تبرو يترال مدل حكم من تبرو يترال واجب تبرو يترال سلزي كلازمنا كواجب ولتم قدة عنت يميل ترقون بين وراتشوم ليونت هلاشو جنب زملكو أن لجأتوا لازم يميلوا كواجب أقوى نتأنكر على سيون واجب دعمو كلازم أنا سالي هنا درجة يادلونه سلذي لازم سنن بهول من يتعلق سما من السنوراتشو واجب بميلوا لايجن بمت أنو لاي ليونة تعلقشو هنا مالتنوس طيب هيك هنا واجبنا لازم يميلوا إن شاء الله دعباتشو تصفى أدر قالون بمقتل وده انتوا شنو من نالفه وده مساري وشنو من نالفه مد لازم سنل كمسابع في دل بمقتل حمز متوتو مسابع في دل حم مسابع في دل ان حمزون بعند كلمة وينم بعند قال يتسبع سبو ممتعت مد متصل عندمي بالنا بيتنقاقر نونا عند قال سنل من مالتات شننو وده ميلو انما تعلن طيب زلاي سورة الأحزاب زلاي انقسم التملكات وتسكري لاي والصائمين من وقاس النمتاء والصائمين زلاي عند كلمانو والصائمين والصائمين من الصائم من دنو عند كلمانو وهم عند ترجم سيجو هناك عنو
ሁለት ወይም ሶስት ቃል ላይ የተነባበረ ይሆነ አይደለም ስለዚህ ወሳኢሚነ ሰነል አንድ ከሊማ እናገኛለን በዚህ ከሊማ ላይ ከሷድ ፈትሃ በኋላ ማን ይመጣው አሊፍ መድ መጥቷል በትንሽ የተጻፈ የሚሆን በትልቅ የተጻፈ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው ላችሁም እንድታቆጡ ነው በትንሽ የተጻፈበት ምክንያት ለምን ነው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደተነጋገርነው በትንሽ የምትጻፈው ፊደል በጽሁፍ ደረጃ በቀደም ተአረቦች ወይም ደግሞ በአልኢምላ ደረጃ ወበስነ ጽሁፍ ደረጃ የማይታወቅ የሆነ ነገር ግን በተግባር ደረጃ ልክ እንደ ትልቁ የሚተገበር የሆነ ማንበቡ ግዴታ የሆነ የፊደል አይነት ነው በዚህ መልኩ የሚጠቀሙት ለምንድን ነው የተጠቀሙት ታዲያ በጽሁፍ ጊዜ የማይታወቅ ከሆነና በንባብ ብቻ የሚታወቅ የሆነ ፊደልን እንዴት እዚህ ቦታ ላይ በትንሽ ሊጻፍ ቻለ ወደሚለው ስንመጣ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በርከት ያሉ ከአረብ ውጪ ሆነ ማህበረሰብ በመኖራችንና አነባበቡ ሁሉም ማህበረሰብ ሁሉም ዘንድ ጋር ተነባቢ መሆን እንዲችልና ምንም እንዳይሳሳቱ የግድ ቀዋኢዱን እስካል ተማሩ ድረስ ያንን ህግ ስለማይታወቅ የሚያቆም የማያቆም በቀላል መልኩ ማንበብ እንዲችል የተቀመጠ ይሆነው ላኪን በትንሽ የተቀመጠው ምንድነው በጽሁፍ ደረጃ የማይታወቅ መሆኑን በዚሁ ግረ መንገሉን ያመላክታል ላኪን እዚህ ቦታ ላይ አሊፍ አለ የሚለውን ለማመላከት የሚጠቅመን ይሆነ ነው ስለዚህ በትንሹ የሚጻፈው ይሆን በትንደቁ የሚጻፈው በጽሁፍ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ላይ በተግባር ተመሳሳይ መሆኑን ማወቅ ያስፈልገናል እናዚህም ላይ ከአሊፍ መድ በመቀጠል ሐምዝ እናገኛለን ከአሊፍ መድ በመቀጠል ሐምዝ እናገኛለን አሊፍ መድ በመቀጠል ሐምዝ መምጣቱ መደል ሙተሲል ብቻ ሊያስብልን አይችልም ላኪን ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል ሐምዝ እናገኝተናል ሌላ ተጨማሪ ስራ የሚያስፈልገን መሳቢያ ፊደሉና ሐምዙ በአንድ ቃል መጥቷል አልመጣም የሚለው ነው በአንድ ቃል ላይ ነው ተሰባስቦ የምናገኘው ወሳኢሚነ ከሚለው ከሊማ ላይ መሳቢያ ፊደሉንና አሊፍ መድንና ሐምዘን ተሰባስቦ አገኝተናቸዋል ስለዚህ ይሄንን የመሳቢያ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል መድል ሙተሲል ተብሎ ይጠራል ተያያዥ የሆነ መድ ማለት ነው እዚህ ላይ ሙተሲል የሚለው ይሄንን የሚገልጽ ነው ሙተሲል የሆነ ተያያዘ የሆነ የመሳቢያ አይነት ማለት ነው الواجب المد الواجب المتصل نيال نيال ترانو አይደለ ግዴታ የሆነ ተያያዥ መሳቢያ ፊደል ሰነድ በዚህ መልኩ መሳቢያ አይነት ሰነድ በዚህ መልኩ የሚገለጽ ነው واجب የሚለው ቀንም በየገልጽላችኋለሁ متصل የሚለው ደግሞ ሐምዝና መዱ በአንድ ቃል ላይ ተያይዘው ሲመጡ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ምሳሌ اذا جاء نصر الله والفتح የሚለው ጋር سنመጣ اذا جاء የሚለው ጋር አሁንም እንድናለ ከመሳቢያ ፊደሉ በመቀጠል ምን አለ አሊፍ መድ እናገኛለን መጀመሪያ ላይ አሊፍ መድ ከፈትሃ በኋላ ስለሆነ የመጣው መስፈርቱን አሟልቷል ሐርፈ መድ ነው طيب ከአሊፍ ከሐርፈ መድ በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ሐምዛ ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ሐምዝና መዱና ሐምዙ በአንድ ከሊማ ተጣምረው መጥተዋል ወይንስ አልመጡም ወደሚለው سنመጣ ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል የመጣው ሐምዛ ከመሳቢያ ፊደልና ከመሳቢያ ፊደል በመቀጠል የመጣው ሐምዛ ጃአ በሚለው ከሊማ ተጣምሮ ያገኘናቸው ናቸው ጃአ የሚለው አንድ ከሊማ ነው መጣ የሚለው ጃአ የሚለው አንድ ከሊማ አንድ ትርጉም ያለው ቃል ነው በዚህ ቃል ላይ ደግሞ መሳቢያ ፊደሉንና ምን እናገኛለን ሐምዛን ተጣምሮ ነው የምናገኘው ስለዚህ ኢዛ ጃአ ስንል መሳቢያ አይነት ምን ተብሎ ይጠራል መድል ሙተሲል ተብሎ ይጠራል ወይንም መድል ዋጅብ አልሙተሲል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መድል ሙተሲል ብለን የምንጠራው የሆነ ነው ስለዚህ ምን ጊዜም ከመሳቢያ ፊደሉ በመቀጠል ሐምዛ ካገኘን መሳቢያ ፊደሉንና ሐምዙን በአንድ ከሊማ ተጣምሮ በሚገኙበት ጊዜ የመሳቢያ አይነቱ መድል ሙተሲል ተብሎ የሚጠራ መሆኑ ነው እዚህ ላይ ምን ይላሉ ኢብኑ ጀዘሪ ረህመቱላሂ ዐለይህ تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة بل رأيت النص بمده إلى له النشر بتسنيو كتابات شولاي يزيني مسابي أينة ولد حركة يمساب ويمقصر منور لما رقاقت كتككلن يكوهنو قراءتهم عندهم دمو شاذة بهنو يقراءت أينتهم ብዙ ተከታተልኩኝ ብዙ ለፈለኩኝ ነገር ግን እንዳውም ከሁለት ሐራካ በላይ የሚሳሙ ሆኑን በሚያሰብት እንጂ ከዚህ ውጭ አላገኘሁም ይላሉ ከሁለት ሐራካ በላይ የሚሳሙ ሆኑን ወይም ደግሞ መድ ተደርጎ የሚሳሙ ሆኑን ነው እንዳውም
ያጸደቁት እነዚህ ነገሮች በመከታተልበት ጊዜ ይላሉ በሁሉም ሪዋያዎች ዘንድ ባህት ሲያረጉ ወይም ደግሞ ሪሰርች ሲያደርጉ ያገኙት ነገር ምንድነው ከሁለት ሐረካ በላይ የሚሳብ የሆነ የመሳቢ አይነት መሆኑ ነው ስለዚህ واجب يتبالبتم كذي أنصار نو بقول المرواية وتزند كقولة حركة بلاي بمسابو سمم النت على كل يونت على منور ويونت اللي هنا مسابي أينت بمهونو يهنا من تبرو يترال واجب تبرو يترال لكن ما تنولاي يا ملة يبتون يتعلى ما تنولاي أراد توي ما مستعملو يا ما تنولاي يونت على كل علو السلاي طبعا يعني واجب ديبال ادرغو تار مالتو سلازي ايهله نو مدل واجب بمناغنيبت غزي وي مدل متصل بمناغنيبت غزي زي هنا اينت مسابي اينت يجد من ما درغ قالبن بدم مسابي اسفلغنال مالتو سلازي اذا جاء يميلو اندزيو مندنو مدل متصل نو ليلو بنملك سوره النساء لاي واتوا النساء صدقاتهن نحله ميلومغا النساء ميلوغا النساء كالف مد بهالا حمزن ناغنيالن يهنم يمسابي اينت مد المتصل نو يمنلو مد الواجب المتصل مكياتم حمزنا مدنا حمزو باندي كلمه النساء بميلوغا تتامرو سراغنين ليلو سوره قريش لاي اندزيو ايلافهم رحله الشتاء الشتاء ميلو عندي كلمه نو بذي كلمه دغمو كالف مد بهالا حمزنا غيتنال الف مدنا حمزو بذيو كلمه تتامرو ناغنيالن يهم يمسابي اينت مد المتصل تبرو يترال ليلو سوره النور انك 35 لاي يكاد زيتها يضيء ميلو كلمه عندي كلمه نو مزي كلمه يضيء سنلك يا مد بمقتل ما لنا مناغنيو حمز نو يا مدنا حمز دغمو باند كلمه تتامرو ناغنيالن يهنم يمسابي اينت مد المتصل تبرو يترال ليلانيو سوره الاعراف انك 188 لاي وما مسني سو ميلو غاب نملكتم ازو لا اسو ميلو عند كلمة نو بزي كلمة مسابع في لون حمزون باند لاجين تنا ليلو سورة الإسراء سبعتين يوم كذ لاي ليسوء وجوهكم ملومجا ليسوء ملوجا أهونم كمسابع في لون مقتل حمزن أجين تنا مسابع في لون حمزو باند كلمة ليسوء ملوجا أجين تنا المرات ليلانيو سورة البينة أنكذ أم مستلاي مخلصين له الدين حنفاء ميلومغا لكن نزاونو حنفاء ميلو انغاز مالتنو ليلو سوره البينه 4 انغاز لاي الا من بعد ما جاءتهم البينه ما جاء ميلو لك سوره النصر لاي اند تملكتنو جاء ميلو كمسابع في المقتل حمزه له مسابع في لون حمزو باند كلمه تتامروا اغنتنا لي مسابع اينت مد المتصل تبرو يترال الا ابتغاء سوره الليل من ذياو اي ابتغاء ميلو عندي كلمه نو بذي كلمه مدنا حمزو تتامرو اغنيتنال معناتنا طيب انقري هي مسابي اينت مد المتصل يبرال غلص اندون لاچو تسفا رغالو سببو حمز نو بتچماري دغمو مسابي فيدلنا حمزو با عندي كلمه تتامرو لي متا يچرال بقلالو انديت بالقران است يهنني مسابي اينت مليت انچلالن يميل ياكي مانسات بتشلو بقلالو يهنن يمسابي عينت لنلي من نشلو عندنا كمسابي اولاي يمسابي ملكتنا ناغنيالن كزام ሁለተኛው ደግሞ كمسابي فيدلو بمقتل يمطاو فيدل حمزه على السطر نو ميقمتو كرسي على كرسي معناتنو عارفن واو النيان ساي مركز على السطر بتشاو نو ميقمتو يا معنات مندنو مثال اذا جاء سند كعارف مد بمقتل حمزن اغنتنال حمزن بزيه ملكو بتشاو نو مناغنيات عارف لاي ويم واو لاي ويم يا لاي ادلم مناغنيات بكتا راسو انشلاني من متمطاونا بزيه ملكو بمناغنيبت غزي ይሄ የመሳቢ አይነት مد المتصل መሆኑን በቀላሉ መለየትን ያስችላልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በትይዙ ሌላኛው በጥቅም ነው ማለት ነው طيب ወደ ሶስተኛው የመሳቢ አይነት سنመጣ ደግሞ በመደል ፈራዩስ የሚካተቱ አንደኛ ሌላኛው المد الجائز المنفصل የሚለው ነው المد الجائز المنفصل هي كمد الواجب المتصل قرا تكرر بينت يالو يهونه يمسابيا اينت نو كمد الواجب المتصل
መሳቢያ አይነት ጋራ ተቀራራቢነት ያለው ነው። የመሳቢያ አይነት ሁለቱ ለየት የሚያረጋቸው ነገር በአንድ ቃል መምጣትና አለ መምጣት ነው። የመድል متصل በአንድ ቃል ነው እናገኙ ተያይዞ ይሄኛው የመሳቢያ አይነት ደግሞ منفصل ነው ተለያይቶ ነው የሚመጣው። የሚለያየው መሳቢያ ፊደሉና ሐምዙ በሁለት ከሊማት ተለያይቶ ነው የምናገኘው። ይሄንን የመሳቢያ አይነትን እና ሌሎችንም የመሳቢያ አይነቶችን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ከሆነ በነገው የፕሮግራማችን እንመለከታቸዋለን ሰፋ አድርገን ማለት ነው ኢንሻአላህ ተዓላ። ስለዚህ ከፕሮግራማችን አላለቀም የረፍት ሰዓት ወስደን ተመልሰን እንመጣለን ኢንሻአላህ። የተጁድ ክፍለ ጊዜያችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን በተማርናቸው ህግጋቶች ዙሪያ ላይ ምምድ ያደረግን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ ተዓላ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ያብራችሁን ሆኑ ኢላል ፋሲል ያ ሐሚለል ቁርአን የአማርኛ ቁርአን መተግበሪያ ለአማርኛ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ የመጀመሪያው የቁርአን አፕሊኬሽን ለኢትዮጵያ ሙስሊም ወንድምና እህቶቻችን በስጦታ የምናበረክተው በብዙ አማራጮችና ለየት ባለ አቀራረብ የቀረበ በተለያዩና ታዋቂ ቁርአን ቃሪዎች የተዘጋጀ ሲሆን ቁርአንን በቀላሉ ለመስማትና ለማፈዝ ወይም ለማስተዋወስ እንዲረዳ ተደርጎ ነው። ይህ አማርኛ አፕሊኬሽን ቁርአን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተዘጋጀ ሲሆን ቁርአንን ለመቅራትና ለማዳመጥ እንዲሁም ጥናት ለማድረግ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ለመጠቀም ቀላልና ምቹ በሆነና ታማኝ ከሆኑ ትርጉሞች ጋር ቀርበዋል። አፕሊኬሽኑ ወይም መተግበሪያው የሚከተሉትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ነገሮችን አካቷል። እነሱም አያዎች ወይም አንቀጾች፣ መለያዎች፣ መመለሻዎች፣ ተመልሶ ለማንበብ ቡክማርኮች ወይም ምልክት ማድረጊያዎች፣ የአያዎችን ወይም አንቀጾችን ትርጉምና ወደ ሌሎች ሼር ለማድረግ የሚያስችሉ አማራጮች ተካተውበታል። ይህ መተግበሪያ በሶስት ቋንቋዎች የቀረቡ ሲሆን እነሱም አረብኛ፣ አማርኛና እንግሊዘኛ ናቸው። ይህን አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ካወረዱ በኋላ የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ማግኘት ይችላሉ። يا حامل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافتا ويتابوها لا تمنى سنة تنال إن شاء الله يا نكتلو يا توسني القرآن باب قاتو تشين بتوسني القرآن أنا قصو تشلاي يتمامارن ويتا يمنا درقنيمي هونو ሱራቱ ያሲን ላይ እንገኛለን። ከሁለተኛው ገጽ ላይ ግማሹን ሶፍሃ ኢንሻአላህ እናነባለን ከአንቀጽ 13 እስከ አንቀጽ 19 ያሉትን ማለት ነው ኢንሻአላህ። በእነዚህ አንቀጾች ከነባብ በኋላ ከዚህ በፊት አየናቸው በተለይ መሳቢያ ላይ ትኩረት አድርገን የምን መለከተን የሚሆነው እንደሚከተለው አንብላችኋለሁ በጥሞና ተከታተሉ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون طيب النذين أنا قصوتشنا نبالا سورة ياسين كأنكز أسراسوس اسكا أنكز أسرازتين يالوتنو زاري يانبابن قويتاي من نادرقو بالنذي أنا قصوتش زوري علي يتوسنو بتلك رفت بفي تعينه المد الواجب المتصل مبالوني مسابي عينة بكرمي عن ملكتنا كزام قد تلي عدلون ليلو تشني مسابي عينة وشن ويمدقون ليلو تشني وقو تشني عن ملكت عدل إذا ولاتشو مقرات مساتة في متفلقو مسمراتشن كفتنو إذا ولاتشو لتساتة فتشلال لاتشو اندوم يرقباتشو دياجي كالة بتما نزور علي ماذا يكم تشلال لاتشو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ زلاي إِذْ جَاءَهَا مِلَوْقَا جَاءَ بَمِلَوْ كَلِمَةَ كَأَلِفْ مَدْ بَمَكَتَّلْ حَمْزِنَا قِيْتَنَلْ جَاءَ بَمِلَوْ كَلِمَةَ مَا أَلِفْ مَدْنُنَا حَمْزُنْ بَأَنْدِ كَالْنُو تَسَبَاسْبُ يَمَنَّا قِنْيُو يهي مسابي آينت مد الواجب المتصل ومد المتصل تبرو يتقرال سلاز سنانا بو إذ جاء ياتود بزي ملوكو ودم سابا درغن مان بابين وربنا المالتنو إيه مسابي عينت من تبرو يتقرال مد المتصل تبرو يتقرال كما سابي في دول بمكتال حمزن بمنا قيبت كذي ليرانيو قطايا انكتسي هلو إذ أرسلنا إليهم ملوغا إذ أرسلنا كنون فتح بها لعرف مد علم كعرف مد بمكتال حمزن يقينينو حمزو مدونا حمزو باندي كلماني متاو وينس بهولت كلماني متاو مالتم عندي ترغم بارلو قالي تيازون يقينينو أرسلنا ميلو إن إذ أرسلنا إليهم ميلو عندي كلمانو أيد اللم سلزي مسابي عينت مد المتصل أيد اللم مالتنو كمسابي في دلو بمكتال يمتاو مانو حمزنو لكن مسابي في دلونا حمزو بهولت يتلايو كلمات نتاترون يقينيناتشو أرسلنا بميلو كلمة مسابي في دلون سنقين إليهم بميلو كلمة دقمو حمزن ناقينو سلازي مسابي عينة من تبرو يتقرال مد المنفصل تبرو يتقرال بأنه قولت سفارقن ملكة وعلن سلازي مد المتصل قايل لليونتيو جاء ميلو عندي كلمانو بزي كلمة مسابي في دلون حمزن ناقينتنال إذ أرسلنا إليهم ميلو قادقمو كمسابي في دلون مكتل حمزن ناقينتنال لكن بهلت كلمات نتاتل ناقينو إيه نقول يونا تاجي مجمعنا متصلنا ولا تاني أوراقهم منفصلين مساب متى ناتشوا إن يبقى من كاروي كرات هينت تمسا سيدنا تلاش ولكن مدى المنفصل مدى المنفصل جائز هنا حكم نعلو يمي بقى كانوا مكيادهم كل مرويا وزن كولا ترك براي بمساب ليونا يلاشوا بمهناتشونه كولا ترك براي بمساب مهنا متى نولاي ليونا تلا بزيم جائز هالو سلزي هلا تحركة مسببت مسبو مسببت رواية له عندهم كولا تحركة بلاي عرتو إمام مسب مسببتهم ليلا رواية ناقين يالله سلزي بزيم ركو يجلس على يه مادة المنفصل تبلو يميت الرأي هنا نو إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن زملاي نعم السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدمس عايز سمعني. هلو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم صوت واضح. هلو يسمعني. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل أختي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. نعم طيب نعم في اتصال آخر. طيب إن شاء الله تاجن درو نبغى سمتنا لك. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون من لوجا فقالوا ومدالة كسوكة الحمزني أجنينو مدنا حمزو بهولت كلمانو تنتعد لها جنينو يهنا من مسابي عينات مد المفصل بالل إنا إليكم ملومغا لكن لازيو كاريف مد بمكتل حمزا جنتنا مسابي في دولنا حمزو هنم بهولت تلايو كلمانو تنتعد لها جنينو إنا إليكم إنا ملوان كلمانو إليكم ليلانيا كلمانو بهولت كلمات تنتعد لسرون يا جنينو يه مسابي عينات مد المفصل بالل. قالوا ما أنتم ميلوم قالك نزاو ما ميلو عندي كلمانو أنتم ميلو ليلانيا كلمانو ما بميلو حرف مدالة مسابع فيلن أنتم كميلو دقمو حمز الناقين يالن سلزي مسابع من تبريد ترال ما أنتم ما هي مسابع مد المنفصل تبريد ترال مسابع فيلن حمزو بهولات يتلعيو كلماوش تنتعطرو سلامي قين مالتنو ليلو إلا بشر مثلنا وما أنزل إهنم وما أنزل ملومجا مد المنفصلنا وما ملو عندي كلمانو أنزل ملو ليلانيا كلمانو بهولت كلمة مسابة في لون حمزو تنتعطلنا قنيالا. ليلو قالوا ربنا يعلم إنا إليكم إنا إليكم إهنم كلا إن تملكتنا وأسرارتنا وأنقذ لي تمساسينا مد المنفصلنا وما علينا إلا إهنم لك النزاو مد المنفصلنا ما سابع في لنا حمزو تنتاتلو سلاقين مالتنا. قالوا إنا تطيرنا إهنم قالوا إنا إهنم ما سابع إنت مد المنفصل تبلو إترال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم الزلاي قالوا طائركم طائر عند كلمانو بزي كلمة مسابة في لنا حمزو تأمرون من ناقنياتشو متصل هو نو تيايزون من ناقنياتشو يهنني مسابة أينات من تبلو إترال مد المتصل تبلو إترال يمساب متأنو أرادتو إمام مسالك سلزي طائركم بلن سبنا ما مبيع لبن قالوا طائركم يجود إيه مسابع مدو المتصل تبريد ترال ليلا بل أنتم قوم مسرفون يا هرت بوتالا إلى جني نسكهون إذ جاء أهل مرسلون ميلونا قالوا طائركم ميلو النزي مدو المتصل نتزاري كان ببنو لاي مالتنو
ሌላው ወደ ሌሎች ህጎች سنመጣ ወድሪብ ለሁ سنል ወኢድሪብ ለሁ ማንልም በዋው እና በዳድ መካከለ የምትገኙ ሀምዘቱል ወስል አትነበብም በሷ ማንሳት ጊዜ ነው ሀምዘቱል ወስል የምትነበበው ብዙ ጊዜ በሀምዘቱል ወስል የሚጀምሩም ከሊማ ከሆነ ያ ከሊማ ምንድን ነው የሚሆነው በሱ የመጀመር ጊዜ ብቻ ነው መደል እንትኑን ፊደሉን የምናነበው ከዛ ውጭ ግን ቀድሞት አንድ ፊደልም እንኳን ከሆነ ይመጣው ያ መዳረሻ ስለሆነ ወስላ ስለሆነ ምን አይሆንም ማለት ነው አይነበብም እንዘለዋለን ኖሮ እንደሌለ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው ሌላው ወድሪብ ለሁም ስንል حرف الضاد ወደ ዳል ቀይረን እናነባለን ወድሪብ ለሁም ይሄ ትክክል አይደለም ወድሪብ ለሁም ሌላው حرف الضاد ከሚወፍሩ ምን ጊዜም ከሚወፍሩ ፊደላቶች ውስጥ አንዱ ነው የሚወፍሩ ፊደላቶች ሰባት ናቸው خص ضغط قض بامل وقالوا استكاتي ميغنيو فيدلات من جزيم توفر يمنببو ناتشو فتحة كسرة ضمة سكون بمعنى يوم نتاسيمتو يوفرالو يستيعلا أن نتباري يالا تشوب مهونو مالتو سلازي الزيم لاي ضاد سكون نو أوفرنم ودريب لهم تال وضريب لهم برن نوفرو عالن ليلو حرف الراء مرقق نو وضريب لهم أنلم وضريب لهم را تركيك نو مكياتم را كسرانو بكثرة هنا بيمت أبد كزيرة مو تكاتوني النببال حرف الباء كمينة في دلاتو جست أن دوانج وضريب لهم بلان بان أنترانو من نانبو وضريب لهم بلان يازن نارقوم ليلو لهم مثلا أصحاب القرية السر لهم ما إزيلا ميم النميم متماثلين ناتشو تمساسا يونو في دلات ناتشو يما جمراو سكونو لتنيو متحركونو سيمت أدقمو متماثلين صغير تبرو يترال متماثلين صغير تبرو يترال يعني سنانبو يما جمراو سكونو في دل ولم يكتلو في دل وسدن إدغام أرغن أنانبو على سلزي وضريب لهم مثلا أصحاب القرية بزي ملكو إنبو لو مثلا أصحاب زي مثلا أصحاب ميلوم قادقمو فتحتين ألا ينن فتحتين بقلت أمنا نبونو تنوينو قتلو حمز سلوني متاو ليلو أصحاب القرية إذ جاءها إذ جاءهم زي إذا جاء إذا برن منا نتربتو دي تالا أي هون إذ جاء إذ جاءها المرسلون المرسلون حرف الراء تفخيم تدرقا متنببنج مكنياتهم راسو كن هناك قدمات يمتاو في لد ضما سلا هنا مالتنو ليلو إذ أرسلنا زيم لاي لكن نزاو إذا أرسلنا سيون إذ أرسلنا رقيت أرقن كتاو دمي كتلو مالف أرسلنا سنة ران وفرنا رقوالا إذ أرسلنا إليهم زي ما سابيون تنقرن بتال إليهم اثنين إليه مثنين حرف الثاء ملساتشو تارقنا نبوالا فكذبوهما زيملاي ذالا ملساتشو تارقنا نبوالا بو سابرقنا نبوالا بتلي مجملة يتنقاقنون دا مدو الأصلي بركت تابوتاو تنقنينو كفتحة بوالا لف سكون ككسرة بوالا سكوننا كضم أبوها لو سكون بميمة طبت جزي سبن ما ببعد لبني ولا تحرك أكل زيم لكن الزاونو فكذبوا سنة كبعض ضم أبوها لا وسكون ناقينو ووهي ما سابينو تمد الأصلي تبرو يتران فكذبوهما سن لم كان في ميم فتح بوالا لف سكون يمتاو ما بنسبر قلنا نبوالا فعززنا بثالث فعززنا حرف الزاي ملاسا شوتك أو تارقنا نبوم بثالث سن الثالقن ملاسا شوت أرقنا بثالث بلا نمنا نبال هي تكلا دلم بثالث فعززنا بثالث لذا فقالوا سبرقن نبوالا إنا إليكم سبرقن نبوالا إليكم لمرس إنا إليكم مرسلون زيملا إليكم مرسلون من سنة يجزو كميم سكون بوهالا من متحرك نيمة أو متماثل صغير يهونال ويملقمو إدغام شفوي يميلون من نتاكام نتشلادا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا زيلا إلا بشر أرالي تنوينا لك تنبوهالا ميم نيمة أو ميم يا إدغام في دلنو سلازي نمتلو أندمز ودا ميم الناس قباتنا ميمنات بكان أننا نبوالن تزيه نم إدغام يهونا لمالتنو إدغام بيغننا مالتنو ليلو وما أنزل كانوا ساكن أبوها لا زي ما التوال إخفاءنو
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إزلي من شيء تنوين قلت أرغن مثل أننا نباتهلن إن أنتم سنن ممارم قلت أرغن نباتهلن أرغت أرغيمان ببالبين إلا تكذبون بزي مركو أقو مالو مالتن إن شاء الله تعالى يلوچن ما هم بيينا جو مسارت تلما مروات جو إن شاء الله هي زارو ساعتاتشن بزيهو تناقل بنجو ولا تدعمو إن شاء الله حم ولا تحمز كاري هجوتشن يعني الثاني يتمام عارني من الناس ألفنا ميهونو لزارو بزيهو الناتناك كارن هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.